مشكل كبير واحد اخر مشكل كبير هو شنو ماستر ديال باتريس بومال باردون شنو ماستر ديال باتريس بومال باتريس بومال عنده ان كونطرا ديال 2021 شنو يقدر دابا باتريس بومال مع واحد شوف طلعوا مع واحد هو سميتو ومصطفى ولا اللي جاب واحد ما دابا اش هادي يديروا به اش ما هادشي يديروا به انا ما يمكنليش نواجبك دابا جو سي با ما عادش هادي يدير باش يعطيوه شي حاجه اخرى جو سي با ما يمكنليش ما يمكنليش نقول لا ما واش يعطيوه نعطيه انا فهمتني جو بو با ما يمكنليش نعرف اه يعطيوه فهمتني يعطيوه اسيدي هذوك فلوس ديال بابا وديال الجزار وديال الزاز الله يرحمه وديال فراس وداك الشيء يخدم بومير ويخدم هذا عطيوه ولاو لا شوف فخر الدين ما نقاوش غير بالفلوس وهذوك ما جربش كل شيء الفلوس فخر الدين كرسي وخابيه فخر الدين هذا هو مالك يا اخي فخر الدين ما جربش كل شيء واحد قرع ديال الزهر والشريحه لا فخر الدين ما جروش هذا الشيء كل شيء غير لا لا زروا قال لك ما زروا الفلوس حيت هذا بومال زروا سيدي زروا انا انت لما بغيتش زروا انا زروا لا زروا شوف انا ما عندنا شوف لا فيناليتي شوف وقعدنا ما يتخبى انا تنقولها لك وانا دائما كنهضر بحال هكا لا واش ولا عطيني شي حاجه كلها عليا دابا انت بالنسبه لك ماشي كاين الفوضى كاين شوف كاين الفوضى وكاين العشوائيه عندنا الحق نهضروا لا شوف الناس كتجيب كيما بغات مي بيان سور حنا هنا باش نهضروا كتصيفط كيما بغات وكدير اللي بغات لا ما خايفين حتى شي واحد لا او نيفو كاباسيتي انا تما غادي يخلعنا نقول لك واحد القضيه انا كنت غادي تقول لي يخلعنا انا تنقولها لك واش شنو شنو تقول لي دابا البلاد راه البلاد راه فيها مالك هو اللي تيحكم مالي واه بقى فيها مالك هو اللي داير الخير بزاف ديال اللعابه وديال الممثلين وديال الفنانه وكيدور وكيدير غادي خلينا فيها سميتو نرجع على جوز اولمبيك ونرجعوا للمنتخب الاولمبي على بومال نهضروا على بومال سيرتو بومال لي لا شنو هضرنا على البومين كاع لا لانه كان مدرب ولا حنا هضرنا على البومين هضروا نتوما على البومين عطيو لي عطيو لي هاد البومين اش دار تاريخ ديال هاد البومين هو اللي واحد نهضر عليه نضيع معاك الوقت صافي بومين تيليمينا خليه دابا راه فير ديالو في الجامعه دوزوا لموضوع اخر لا عز الدين عطي عز الدين هو يقول لك بومين يكون كيعرف عليه شي تفضل عز الدين لا اسمع كل واحد نعطيوه علاش تختار هذيك علاش نعطيوه لا بلاتي لا وخليني نكمل هذا خليني نكمل قول واحد اخر وخليني وما يحقوش لا حقو وخليني لا 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 في السيرة ما ديرش مونوبول ما ديرش مونوبول نقدر نفكر ديال العزبة فهمتيني تفضل اول يا لا لا اش قال لك معنا تفضل اسمع اسمع شكون اللي اختاروا علاش تختار انا ما يمكنليش نقول لك ما يمكنليش نقول لك علاش اختاروه واش كان شي واحد اخر اللي يمكن له ياخذ ديك البلاصه؟ علاش ما بقاش مارك فوت مثلا؟ علاش ما بقاش مارك فوت اللي كيعرف هذا المنتخب؟ شوف مارك فوت واش كان تيعرف هذا المنتخب هذه ما تيعرفهاش باسكو مع مع لي زولمبيك لا لا شوف دابا شوف على ار دي لا لا اسمعني كريم كريم هذا المنتخب هذا حتى واحد ما كان تيعرفه حتى واحد ما كان تيعرفه فيه حكيمي حتى واحد ما كان تيعرف فيه منديل حتى واحد ما كان تيعرف فيه سميتو مزراوي شحال واحد شوف مارك فوت عمرو لعب بهم توا براسو مربوط ما تعرفوش علاش يخربقوا علينا لا انا شكون اللي جابو وعلاش جابوه هذه ما يمكنليش نقول لك نحكم عليه على ماتش واحد هذيك حاجه واحده اخرى لو 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 دو ماتش لا شوز كي امبورطون علاش داروه هو تما هذه انا متفق معك علاش داروه هو تما واش ما كانش شي واحد اخر اللي يمكن يجي وانا لا فوت اللي دار بومال كبيره كبيره قال لك بعد النوبات راه ميتا تبغي تفلسف وكثر من التفلسيف نتاعك تخرج فالسو الماتش الاول هو اللي خسرنا بالنسبه لي انا باسكو دار ديك خلوطه جالوطه حتى واحد ما لعب بلاصتو حتى واحد ما قابض بلاصتو دونك كان واحد المشكله كبيره بزاف دونك سي سكي في كو ها علاش حنا خسرنا راه ما خسرناش على شي حاجه اخرى خسرنا باسكو الماتش الاول ما وظفش كل واحد بلاصتو بغى يدير اولا كيسيون دو استراتيجي عاوتاني نسى الفرقه وبغى يدير سميتو هذا هو لا بروبليماتيك انا اللي بان لي تما طيب الهضره كامله الغيره كامله وشنو واقع دابا في العلماء د مرس سبب هو اخفاق المنتخب الاولمبي لانه حتى واحد ما تقبل مره اخرى انا شاك خسرتي هنا المنتخب انت شوف كريم انت خسرتي هنا كاين دواعي وكاين اسباب وكاين مسببات وكاين تبعات وكاين من بعد شنو غيوقع انت خسرتي هنا انا كيف يعقل على انك انت حتى لحد الساعه الان ما لقيتيش فرقه واقفه انا بغيت نسولك اعطيني انا الجواب انت ملي كتهضر معايا الناس نجاوب عليها فخر الدين الناس تقول لي خاصهم يجاوبوا على الاسئله واحد العدد كبير كيقول لك السي كريم جامعه ودار اعطيني انايا شنو واش انتم تقولوا لي الفلوس الفلوس كاينه لا واش الفلوس غادي ما كايناش غادي ما ندير بها انا الفلوس شوف انا ما عندك ما دير بها الطبطبي عليا وتتحنن عليا وتقول لي هادشي غادي ما ندير بها انا اعطيني الخدمه وي شوف
انا اللي تيبان لي انا وهذا وتعنقني وحنا هادشي معايا ما ندير به. انا عطيني الخدمه السيد كيفاش عزلتيه شنو هو البروفيل ديالو اش بان لك فيه واحد القضيه فين هما اللعابه ديال ليكيب اولمبيك ما كاينينش تقاداو نهائيا كاع ما لقيناش كاع حتى باش حتى اللعابه المحترفين كنكملوا بهم ما لقيناش قال يلاه حكيمي واحد تبليسه وهذا لاعبين 10 شوف عز الدين انا اللي تيبان لي انا كنت نجيو نشوفوا جوج ماتشات بون اللي بقيت عاقل عليه هي هذه دابا قبل ما يتلعب الماتش وحنا تنبيعوا المعلم بجهده وعندهم المدارس وعندهم هذه وعندي انا تنبقى اسير براغماتيك انا خصني نكون براغماتيك باش نهضر معكم زعما شويه داخل في واحد الكادر انا تنشوف هذه الفرقه هذه ديال المالي اللي سوا ديزون بجهده ولعبات شامبيونا دي موند دارت هذه غلبونا داروا معنا ماتش نون هنا وربحونا بواحد الزيرو تما دازو لا دازو انا متفق معك دونك تنقول واخا عندنا هاد العيب بزاف وما درناش بزاف د الحوايج وما تاهلناش ديك الشيء شوف هاد الفرقه هادي اللي مشهوره ومعروفه زيرناها شي شويه دونك تنقول وكنا غير تنخدموا ونديروا شي حاجه مزيانه نعطيك واحد المثل سهل واش تاغفيرونا خرج علينا غنقول لك فرونشمون ايرفيرونا تا خرج علينا علاش؟ علاش؟ علاش ما يعطيش ديك ثلاثه الوليدات لعب واحد لي ماتش اميكو واحد ليامات ومعيط لهم ليكيب ا علاش ما يعطيش حكيمي والمزراوي وهادو كلهم واحد هادي واحد دو موا ما تروا موا ما كات موا اون اريير باش حتى هما يزيدوا يتدربوا ويلعبوا دي ماتش مع ديك الفرقه عقلتي راه كانوا يلعبوا واحد لي ماتش اميكو علاش مثلا لا فيدراسيون با امبوزي وما قالش ايرفي غانا غاشريف اش كدير عندنا استحقاق عندنا جوج اولمبيك خلي الدراري يمشيو يتادابطوا مع الاخرين احنا مازالين فيها اش تنقول لك بحال دابا حكيمي والمزراوي وشكون اخر اللي خدا منديل ونصيري شحال لعبوا دو ماتش لعب هذا والاخر هذوك لي ماتش اميكو اللي كان جابهم ولعبوا علاش ما يلعبوش ديك لي دو ماتش مات رومات باسكو عرفتي شنو راه بخر الدين تيعرف ما حدك تتلعب اونسوم ما حد ديال لا كويزيون ونصيري كانوا عنده جوج ماتشات زايدين وحكيمي وديك شي جوج ماتشات بلوس جوج ماتشات اربعه الماتشات تكون واقيله نديروا شي حاجه سي بوسيبل شتي هذاك الماتش اللي خسر اللي ربحناه بالقلم هذاك كان خصنا نربحوه بالمزراوي والحكيمي وكل شيء لاعبين معاه. انا كيف خبرك واحد القضيه. ملي انت بغيتي ترجع ديما راه فلاني راه كنا نخرجوا ب 8-0. واش هذا الماتش عقلتي عليه ولا ما عقلتيش؟ عقلت عليه ولا ذاك الماتش واش عقلتي بالله كان يمكن نديو هذوك الصغار. اسمتي راه بقاو ذوك الكونغو ساكنين عندك شي 2-0 ما كاينش اللي ما فرحش المغاربه. الماتش راه هضرنا عليه حنا والناس وكل شيء. جا الماتش ديال الروتور. راه ما قدرناش نوصلوا وكي قلتي انت كنا هضرنا على هذه القضيه علاش ايرفي رونار ما عطاش ديك الساعه علاش جاري ما سي با بوسيبل راه ماشي هو اللي تيحكم وزيد حاجه اخرى راه ما يمكنش يحكم اللي غندخلوا ليكيب ادم اللي غنهضروا عليها ان شاء الله في هذا الماتش اللي كان مع هاد واحد راه غادي نهضروا على ايرفي رونار نقول لك عاوتاني علاش السي عماره ديما كنا كنقولوا بان هاد الفرقه ثلاث سنين ونص هو كاين اتونسيون راه النهار اللي غادي يهز لي فاليز ديالو غادي يمشي اما خلاش ديك الخلاف وي خلا ريبه راه ما خلاش ليك شوف بلاتي عز الدين كنا كنقولوها ما هو اللي باغي هاد الشيء غير السلطيه ولا استراتيجي نتاعو كانت هي هذيك ما خلاش ليك شوف ما خلاش ليك 10 ولا 8 ديال الدراري اللي كانوا كيتعيط عليهم وكيلعبوا دو طون زون طون انا كيبان ليا واخا الموضوع باقي ما دخلناش ليه باقي في اولمبي هذاك الكارتي اللي كنهضروا عليه حنا واللي غوتنا عليه راه البارح كل بديع سلطي هضر معاك حرام ما يكونش في لاكار تقول عاد سنتي يا كريم الله يرضي عليكم خلوني نكمل هذا تفضل انا ما نمشيش معاك تقول لي ماركا ما ماركاش هذاك البيت غتقولوا لي وحقوا النيجر ولكن ملي كتسمع انت مدرب كيقول لك ما داصرينش على اللي ماشي داصر غيقدر يشوت هو اللي ما كانش داصر فيهم البارح اللي كيبنا السؤال ديالنا عينا ما نتفرجوا ما عمرنا شفنا انتير البارح شفنا انتير بالفوق